مشاهدينا الكرام في الوطنية الأولى، مرحبا. إليكم نشرة جوية لليوم الأحد 3 نوفمبر 2024. تميز طقس اليوم بظهور ضباب محلي في الصباح، ثم طقس كان قليل السحب على كامل البلاد، وهذا حسب ما نشوفوه من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي. الريح كانت من القطاع الشرقي قوية نسبيا، قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والحرارة تراوحت قصة عامة بين 21 و 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 24 و 26 درجة بالمناطق الساحلية، و 26-29 درجة ببقية المناطق. الليلة إن شاء الله تتواصل ظهور سحب عابرة بالشمال والوسط، مع طقس مغيم جزئيا بالجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والحرارة تتراوح ليلا بين 17-21 درجة، وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة إن شاء الله يتواصل طقس عامة قليل السحب على كامل البلاد. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والحرارة تتراوح القصوى عامة بين 22 و 27 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية، وبين 27 و 31 درجة ببقية المناطق، وتكون بتونس الكبرى 27 درجة مع إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح، قليبي 23، نابل 24، بنزرت 26 مع سحب قليلة، بباجة سحب كثيفة 29، برقة 25، جندوبة 31 درجة، بالكاف سحب قليلة 25 درجة، بسليانة 28، بتالا بعض الغيوم 24 درجة، وبالقيروان 29 مع إمكانية ضباب محلي في الصباح. بجهة الساحل سوسة 27، مستير والمهدية 26 درجة مع إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة، بصفاقس 24، وبسيدي بوزيد 28 درجة. بمدن الجنوب الغربي قفصة 27 مع سحب قليلة، بتوزر 29، وبقبلي 28 وسحب عابرة. بمدن الجنوب الشرقي بجاب 26، كذلك بجربة، بمدنين 28، تطاوين ورميدة 27 مع سحب قليلة. توقعات الجوية للملاحة والصيد البحري بالنسبة للمتقصيرات، الريح باش تكون من القطاع الشرقي، تتراوح سرعتها بين 15 عقدة محليا، 15-20 عقدة، والبحر قليل اضطراب فمحليا مضطرب. بالنسبة خليج تونس، الريح باش تكون شرقية، تتراوح سرعتها بين 15-15 عقدة، والبحر هادئ فقليل اضطراب. بالنسبة خليج حمامات ومنطقة الشابة، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي، تتراوح سرعتها بين 10-15 عقدة، تتقوى محليا 15-20 عقدة، والبحر قليل اضطراب، يصبح محليا مضطرب. وبخليج قابس، الريح جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 15-15 عقدة، تتقوى محليا 15-20 عقدة، والبحر قليل اضطراب، يصبح محليا مضطرب. التوقعات الجوية الخاصة ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية، طقس صافي بين واكشوت 31 درجة، بدر البيضاء بعض الغيوم 23، جزائر سماء صافية 28 درجة، طرابلس طقس صافي 24، بالخرطوم كذلك سماء صافية 39 درجة، وبالقاهرة 26 درجة. بالنسبة للمدينة المنورة 32، ومكة المكرمة 34 درجة سماء صافية. بمسقط 32، أبو ظبي 30 درجة، بالدوحة 39 سماء صافية، بالكويت 27، بغداد 24، بدمشق 22 درجة سماء صافية، بيروت 23، وبعض الأمطار بالقدس الشريف 22 درجة. بالنسبة لإسطنبول سحب قليلة 15 درجة. بأوروبا روما سماء صافية 21 درجة، بفيينا 10 درجات، وطقس صافي 11، ببرلين طقس مغيم، أمستردام 12، لندن طقس مغيم 14 درجة، ببروكسل بعض الغيوم 11 درجة، جنيف طقس صافي 14 درجة، بباريس سحب قليلة 14 درجة، مارسيليا سماء صافية 21، بمدريد سحب كثيفة 18 درجة، وبلشبونة 19 درجة. توقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة، نهار الثلاثاء إن شاء الله طقس مغيم جزئيا، أحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية، الريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل اضطراب، والحرارة في ارتفاع نسبي. نهار الأربعاء إن شاء الله الحرارة في تراجع طفيف، مع ظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية، تشمل بعض الظهر المناطق الغربية للشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب. أوقات الشروق والغروب، الشروق إن شاء الله مع الساعة 6:46 دقيقة، والغروب 5:19 دقيقة. لمزيد من المعلومات طرق الاتصال والتواصل على موقع الويب www.meteo.tn أو على رقم وزع صوتي 88 4 0. أوقات الصلاة 30/4 نوفمبر الموافق 30 جمادى الأولى، الصبح إن شاء الله انطلاقا من الساعة 5:18 دقيقة، صلاة الظهر منتصف النهار 10 دقائق، العصر من الساعتين و 57 دقيقة، صلاة المغرب 5:21 دقيقة، وصلاة العشاء 6:47 دقيقة. شكرا لحسن الاهتمام والمتابعة، ليلتكم زينة.